كما هي العادة مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي وصالح بجبهة مريس إثر هجوم شنه الإنقلابيون من جبل التهام والعرفاف على مواقع الجيش في منطقة يعيز، وقد منيوا بهزيمة منكرة، وكذلك حصل أن تصديناهم تصدي قوي جدا جدا لأننا متمرسين على هجوماتهم من هذا القبيل. مدفعية الجيش الوطني دكت مواقع وتجمعات للميليشيات في محيط جبل التهامي لينتهي الهجوم بالانكسار وسقوط قتلى وجرحى من مسلحي الانقلابيين واستشهاد جندي في الجيش الوطني. قتلاهم كثيرة وخسارة كبيرة معهم وفروا وجحبوا قتلاهم. وفي التوقيت ذاته شنت ميليشيا الحوثي وصالح قصفا مدفعيا مماثل على مواقع اللواء 30 مدرع بجبهة حمق غرب الضالع الذي أسكتت مدفعيته مصادر النيران الحوثية. على الرغم أن يعني على رغم شحة الإمكانيات وعدم لفت الانتباه نحو هذه الجبهة اليتيمة الذي أنا أسميها يتيمة، ونحن صامدون هنا بإذن الله صمود الجبال. انكسار جديد لميليشيا انقلابية على أطراف محافظة يسيطر الجيش على معظمها، لتظل تساؤلات أنصار الشرعية متى سيكون التحالف حاسما للمعركة وتبقى أعينهم شاخصة صوب المناطق المغتصبة. عبد العزيز الليث، يمن شباب، الضالع. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.